مرحبا بكم مع مادة اللغة العربية، كم فصل لدينا في السنة؟ لدينا أربعة فصول في السنة، فصل الصيف، فصل الربيع، فصل الخريف، وفصل الشتاء، نحن الآن في فصل الشتاء الذي يتميز بتساقط الثلوج، ومع درسنا درس الثلج. استمع واردد نزل الثلج لعب ثامر بالثلج عمل جميل لعبه ثلجيه هتف الاطفال مرحبا بالثلج امامنا اربعه جمل وكل جمله تحتوي على عدد من الكلمات الجمله الاولى نزل الثلج احتوت على كلمتين الجمله الثانيه لعب ثامر بالثلج احتوت على ثلاث كلمات الجمله الثالثه عمل جميل لعبه ثلجيه احتوت على اربع كلمات الجمله الرابعه هتف الاطفال مرحبا بالثلج احتوت على اربع كلمات اختار الاجابه الصحيحه شفويا هتف الاطفال مرحبا بالثلج عمل جميل لعبه ثلجيه أتحدّث. أمامنا مجموعة من الصور، سنضع الجملة المناسبة أمام كل صورة؛ الصورة الأولى: نزل الثلج، لعب ثامر بالثلج، الصورة الثانية: عمل جميل لعبة ثلجية الصوره الثالثه هتف الاطفال مرحبا بالثلج اطلب منكم صغاري قراءه القصه قراءه متقنه بالحركات شكرا لكم